بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 86 بعد 182. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله مبارك حبيب. نبدأ برسالة أحد الإخوة، يقول في رسالته: أذهب إلى الرياض للزيارة وأقيم أحيانا 4 أيام، هل يجوز لي يا شيخ أن أقصر وأجمع، علما بأن مدينتي تبعد عن الرياض 150، وقد قرأت بأن لي الجمع والقصر في الصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما القصر في المدة التي هي 4 أيام فأقل فإنه يجوز، ولكن أنت ستصلي مع الجماعة في المسجد فيلزمك الإتمام، ولكن إذا فاتتك الصلاة أو كان المسجد بعيدا ولا تسمع الأذان، صليت وحدك أو مع أناس مسافرين مثلك، يجوز لكم القصر. وأما الجمع ما دمت مقيما فلا داعي له، تصلي كل صلاة في وقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في إقامته في منى كان يصلي كل صلاة في وقتها قصرا بلا جمع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأثر المترتب فضيلة الشيخ على الدعوة إلى الله، وهل كل شخص يقوم بالدعوة، وما أثر أيضا العلم الشرعي في الدعوة إلى الله؟ الدعوة إلى الله فيها خير كثير، فيها فضل عظيم. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، ولا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من عمل به، لا ينقص ذلك من أجره شيئا. ويشترط في الداعي إلى الله العلم، أن يكون عالما بما يدعو إليه. أدعو إلى الله، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم. قال جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا يستطيع الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن إلا من عنده علم. فيشترط في الدعوة إلى الله أن يكون الداعية عالما بما يدعو إليه، لأنه إذا كان جاهلا لا يصلح للدعوة، لأنه لا يحسن كيف يدعو إلى الله، وأيضا لا يدري كيف يدعو الناس، لأنه قد يحل حراما أو يحرم حلالا أو يفتي بغير علم، يكون ما يفسد أكثر مما يصلح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: شخص يقول بأنه دعا شخص لحضور حفل زواج ابنه لكنه لم يحضر، ثم بعد مدة دعاني هو لحضور حفل زواج ابنه، فهل يحل لي عدم الحضور أو يجب علي إجابة الدعوة؟ يجب عليك إجابة الدعوة، وأما كونه لم يحضر فلعل له عذرا وأنت تلومه، ربما أن له عذر، ولكن حتى لو لم يكن له عذر هو مخطئ، ولكن أنت لا تقابل خطأه بمثله. النبي صلى الله عليه وسلم جعل من حقوق المسلم على أخيه: إذا دعاك فأجبه. ما لم يكن هناك محذور في الإجابة، كأن يكون في المكان منكر أو في الحفل منكرات ولا تستطيع إنكارها، فإنك تتخلف عن ذلك. نعم. يقول السائل: يا شيخ، وزعت زكاة الفطر في العام الماضي على غير المعتاد تسهيلا على المساكين، حيث قمت بطبخ صاع الرز ثم وزعته على عدد من المساكين ليلة العيد، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فهل أفضل من إعطائه الفقير غير المطبوخ؟ فعلك هذا صحيح، لأنه يدخل في الصدقة سواء أعطيته مطبوخا أو غير مطبوخ، ولكن كونك تعطيه غير مطبوخ هذا أفضل، أولا لأنه هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم، تدفع صاعا من الطعام للمحتاج على أنه زكاة فطر، فقدره بالصاع، وأيضا فالمطبوخ قد لا
لا يكون صاعا. إذا تأكدت أنه صاع طبخته وأعطيته الفقير أو الفقراء أجزأ هذا، ولكن قد لا تتأكد من مقداره. وأيضا المدفوع له لا يستعمله بغير الأكل، فإذا دفعت له صاعا غير مطبوخ فإنه يتصرف فيه ببيع أو بحاجاته أكثر من المطبوخ. نعم. يقول السائل: أسعد، أرجو من فضيلة الشيخ أن يبين حقوق الوالدين على أبنائهم. حقوق الوالدين على أبنائهم عظيمة، والبر إليهم، البر بالوالدين واجب وفرض عليه بعد حق الله سبحانه وتعالى. وأنواع البر تختلف وهي بحسب حاجة الوالد، فتقوم بما يحتاجه الوالد، هذا هو الواجب عليك، ولو بالكلام الطيب والصلة والزيارة وغير ذلك، فحقوق الوالدين عظيمة على الولد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل أبو يوسف: إذا تضايقت المرأة المحادة من البقاء في بيتها فترة الحداد بعض الشيء، فهل لها أن تخرج من البيت للترويح عن نفسها في البر أو في نزهة مع أهلها ثم ترجع إلى بيتها؟ لها الخروج إلى جاراتها وزيارة أقاربها، أو الخروج لعيادة المستشفى إذا احتاجت إلى ذلك، مراجعة الطبيب، لها ذلك، ويكون هذا في النهار، تخرج المحدة لحاجتها في النهار خاصة. نعم. أحسن الله إليكم. ياسر من عفيف يقول: من حج متمتعا وقام بأعمال الحج عدا الهدي وتحلل تحللا كاملا، فما الحكم؟ الهدي إنما يذبح في وقت ذبحه في يوم العيد أو ما بعده إلى 3 أيام، وهي أيام التشريق، يذبحه يوم العيد أو 3 أيام بعد العيد، هذا وقت ذبح الهدي. كونه تمضي عليه أيام التشريق ولم يذبح فإنه يجب عليه القضاء، ويأثم بذلك إن كان متعمدا، لكن يجب عليه قضاؤه فيذبحه ولو بعد أيام التشريق قضاء. نعم. له فقرة أخرى يسأل ويقول: ما حكم مال الوارث الذي يعلم أن مصدر مال مورثه من الحرام؟ إذا علم أنه من الحرام فلا يأخذه، لأن هذا ليس مالا للمورث، الحرام ليس مالا للمسلم، فلا يأخذه إذا علم أنه حرام. نعم. الأخت السائلة تقول: يكثر شكي يا شيخ في الصلاة، وخصوصا في عدد الركعات، هل هي الثالثة أم الرابعة في الصلاة الرباعية؟ فينتابني شك وأبني على ما يرجح أو ما يترجح عندي، فهل عملي صحيح؟ إذا كان هذا الشك من باب الوسواس فعلى المسلم أن يطرحه ولا يلتفت إليه ويمضي في صلاته ويستعيذ من الشيطان. أما إذا كان شكا صحيحا، ما هو وسواس، إنما هو شك صحيح حصل له، فإنه يبني على اليقين وهو الأقل. فإذا شك هل صلى 3 أو 4 يجعل ثلاثا ويكمل الرابعة ويسجد للسهو. نعم. تقول السائلة: لي ذهب ألبسه في فترة طويلة ومن فترة إلى أخرى في المناسبات، هل تجب فيه الزكاة مع العلم بأنه يبلغ الحول في السنة القادمة؟ الحلي إذا كانت المرأة تنويه لللبس ليس فيه زكاة على الصحيح، إذا كانت تنويه للتزين واللبس في المناسبات فإنها ليس عليها زكاة فيه على الصحيح من قولي العلماء. أما إذا كانت تنويه للقنية أو للتجارة فإن فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. نعم. الأخت في آخر أسئلتها تقول: نرجو من فضيلة الشيخ حفظه الله أن يوجه كلمة لبعض النساء، وخصوصا تساهلهن في الألبسة الضيقة. لباس المرأة يجب أن يكون ساترا لما وراءه، يجب أن يكون واسعا غير ضيق يبين أحجام جسمها، لا يجوز هذا، ويجب أن يكون خاليا من الزينة عندما تخرج إلى الأسواق أو إلى التجمعات، يكون خاليا من الزين، هذا الذي يجب في لباس المرأة. فإن اختل شرط من هذه الشروط فإنه لا يجوز وتأثم بلبسه. ولا يجوز للنساء في التجمعات أن يلبسن ما يخل بالشرف ويخل بالستر، يخل بالحياء، هذه منكرات في اللباس لا يجوز. ولا يجوز لوليها أن
يمكنها من ذلك. ولا يجوز للمسلمات أن يسكتن على هذه المنكرات، بل يجب المناصحة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل عين ألف ألف: اشتريت من مكتبة مجموعة من الكتب، فلما ذهبت بها إلى البيت وإذا مع كتبي بكيس من الكتب ليس لي، ولما رجعت إلى المحل من الغد فإذا بالمكتبة قد انتقلت إلى مكان لا أعرفه، ما الحكم يا شيخ إذا كانت هذه الكتب ليس فيها فائدة بل ربما تضر من اطلع عليها؟ إذا كانت هذه الكتب تضر من اطلع عليها فالواجب إتلافها، الواجب إتلافها، لأنها كتب محرم. أما إذا كانت كتبا ذا قيمة وفيها فائدة ولا تعرف صاحبها، الواجب أن تعطيها لمن ينتفع بها، أن تتصدق بها على من ينتفع بها، تبرأ ذمتك بذلك إذا كنت لا تعرف صاحبها أو لا تعرف المكتبة التي أخذتها منها. هذا يقول يا شيخ بأنني نذرت أن أصوم يوم الخميس ولكنني لم أستطع الصوم، هل يلزمني شيء؟ نعم، يلزمك الصيام، لأنه يجب الوفاء بالنذر، نذر الطاعة، وهذا نذر طاعة فيلزمك الوفاء به، وإذا فات وقته الذي عينته له فإنه يجب عليك قضاؤه، ويجب عليك مع القضاء كفارة يمين، تطعم عشرة مساكين أو تكسوهم أو تصوم ثلاثة أيام إذا كنت لا تستطيع تنفيذ هذا النذر. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما حكم الشخص الذي يتتبع الرخص وخصوصا في الفتاوى والأحكام الفقهية؟ هذا لا يجوز له ولا يبرئ ذمته من الواجبات عليه، تتبع الرخص التي الخاطئة، الفتاوى الخاطئة لا يجوز العمل بها، أو الفتاوى الصحيحة لكن في غير محلها، فلا تستعمل في غير محلها ولا تبرأ الذمة بذلك. ولهذا يقول العلماء، يقولون: من تتبع الرخص تزندق. الرخص إنما تستعمل بشروطها و بصفاتها، والرخصة كما يقولون لا تستعمل في غير محلها الذي شرعت من أجله. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل فا عين عين يقول: يا شيخ، ذهبت إلى شخص ليقرضني فقال لي: بع سيارتي هذا وثمنها يكون قرضا لك، فهل هذا العمل صحيح أو من القرض الذي جر نفعا؟ إذا كان بيعها يعود نفعه إلى صاحبها هذا من القرض الذي جر نفعا، أما إذا كان ليس في ذلك نفع يعود على صاحبها فهذا من القرض المباح. نعم. أحسن الله إليكم. آخر سؤال في رسالة السائل من القصيم يقول: يوجد شخص من أقاربي يا شيخ، إذا علم أنني سأقوم بزيارته يأتيه القلق ويزمل، لا كرها لي ولكن طبيعة فيه، لأنه يزمل ويقلق عند أي أمر ليس من عادته، وذلك في برنامجه اليومي، هل مثل هذا تشرع زيارة له أم أكتفي بمهاتفته؟ إذا كانت الزيارة تحرجه كما ذكرت فإنك لا تزوره بالذهاب إليه، وإنما يكفي أن تكلمه بالهاتف. نعم. إذا أدرك المأموم الإمام ساجدا فهل ينتظر حتى يرفع أو يدخل معه في الصلاة؟ يدخل معه في الصلاة، لكن لا يعتد بتلك الركعة إنما، ولا يدرك بها الجماعة أيضا، فضل الجماعة، وإنما يدخل معه لأجل حصول الأجر والمتابعة فقط. نعم. فضيلة الشيخ، إذا فرغ المصلي في الصلاة السرية من قراءة الفاتحة وسورة والإمام لم يركع فهل يسكت؟ يقرأ سورة أخرى، يشغل الوقت بالقراءة حتى يركع الإمام، والقرآن ولله الحمد كثير ومتيسر. نعم. هذا يسأل عن حكم مسابقة الإمام وهل تبطل الصلاة؟ نعم، إذا سابقه متعمدا إنها تبطل الصلاة بذلك. نعم. في آخر أسئلة يقول: بالنسبة لصلاة المفترض خلف المتنفل وكذلك المتنفل خلف المفترض، كل هذا جائز والحمد لله، وكله وردت به الأدلة. نعم. فضيلة الشيخ، قرأت بأن الوسواس صريح الإيمان إذا كرهه المسلم، ولكن من تنتابه هذه الوسائس حتى في عبادته وعقيدته لا يلتفت إليها ولا يتكلم بها بل يرفضها ولا تضره بإذن الله. نعم. يقول: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، هل هذا حديث صحيح؟ لا أعلم أن هذا نص حديث، ولكن هذا معناه صحيح، معناه إذا
ترك الشيء لله عز وجل طلبا لثوابه عوضه الله خيرا من ذلك الشيء الذي تركه لأجل طلب الثواب. نعم. الأخت السائلة تقول: ما حكم تركيب المرأة للولب لمنع الحمل، وإذا كان عندها أولاد وتريد أن تكتفي بهم فقط؟ هذا لا يجوز، هذا تحديد للنسل ولا يجوز، ولكن إذا كانت تتضرر من الحمل وأخذت حبوبا تؤخر الحمل أو لولبا يؤخره ولا يقطعه فهذا جائز للحاجة بقدرها. نعم. السائل يقول: نحن مجموعة من الشباب من الله علينا بالهداية ونحن نسكن في السكن، وإذا أردنا أن نصلي صلاة الليل هل نصليها جماعة أو منفردين؟ إذا كان هذا عن اتفاق وترتيب ومداومة على هذا فلا يجوز، أما إذا جاء صدفة ولم تقصدوه، اجتمعتم في مكان من غير قصد وأردتم أن تصلوا صلاة الليل جماعة فلا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قام لصلاة الليل، قام معه ابن عباس قره على ذلك، وكذلك قام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وصلى معه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فلم يمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك، فإذا كان هذا مصادفة ومن غير قصد فلا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. ما أقل فضيلة الشيخ يقول: صلاة الضحى وما أكثرها، وهل المداومة عليها أفضل؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة، أقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام، والمداومة عليها جائزة، والأفضل أن يصليها يوما ويتركها يوما، وهو ما يسمى بالغب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: اشترى أخي سيارة كبيرة ووضع في درجها المصحف، مصحف صغير، يقول لما سألته عن ذلك قال: تحفظ من الشرور والفتن. هذا لا يجوز، هذا يعتبر من الحجب والحروز ولا يجوز هذا. أما إن استصحب المصحف ووضعه في السيارة لأجل أن يقرأ به عند الفراغ أو في الأوقات التي يرتاح فيها فلا بأس بذلك، أما إذا جعل فيها المصحف لأجل الحفظ، حفظها من الضياع أو حفظها من الاعتداء عليها، فهذا لا يجوز، لأنه من اتخاذ الحجب والحروز، والمصاحف لم تجعل لذلك، إنما جعلت للتلاوة والعمل بالقرآن والقراءة بها أو فيها عند ما يتمكن الإنسان من ذلك. نعم. جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء، وبارك الله فيكم الشيخ صالح الفوزان. انتهى هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، هذه تحية من مسجل هذه الحلقة الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.